معانا طبعا صور كيميتش. وخليك يا اسلام ابدا بسؤال اتوجه لجوزيه مورينيو وهو في توتنهام، اتقال له لو معاك كيميتش في ما بين يعني اللعيبه بتاعتك تلاعبه في مركز ايه؟ قال له في ماتش هلاعبه باك يمين، وفي ماتش هلاعبه باك شمال، وفي ماتش هلاعبه هاف ديفندر، وفي ماتش هلاعبه بوكس تو بوكس، والماتش الاخير هلاعبه بلاي ميكر. ما قالش جون ولا عنده جون، ده اللي هو ما حطوش ولا جون ولا راس حربة صريحة. بنتكلم على ده وصف جوزيه مورينيو لكيميتش. كيميتش واحد من اعظم لاعبي بايرن ميونخ في الوقت الحالي. والصوره الاولى اللي معانا على الشاشه فيها كيميتش، احنا بنشوف ان هو بيضغط على المنافس وبيقدر يستخلص الكره. الكره دي كانت بدايه هجمه على بايرن ميونخ. كيميتش عمل الضغط واستخلص الكوره في نص ملعب الخصم وحول الهجمه من هجمه على بايرن ميونخ لهجمه لبايرن ميونخ. طيب هل بعد ما خطف الكوره لعب تمريره عاديه وطبعا هو طالما اوقف هجمه فمستني ثناء من المدير الفني، برافو عليك وحاجه ممتازه، لا الراجل ما بيعملش كده. نروح للصوره اللي وراها ونشوف كيميتش عمل ايه. ببساطه عمل ثرو باس لهدف، جاله جنابري قاطع او سانيه قاطع في قلب الملعب. كيميتش ببساطه شاف المساحه اللي ورا المدافعين، بعد ما قطع الكوره عمل الاسيست. يا كابتن اسلام ده عقليه رائع، اللاعب اللي قدامنا ما عندوش وقت يضيعه، الراجل مش هيقول يعني مش هيعمل تاسك وخلاص انتهى الموضوع، لا بيخلص يعني الراجل فعلا يعني بيقطع الكوره وبيعمل متوحش متوحش بكل امانه. نروح للصوره اللي بعديها ونشوف الفيجن بتاعت كيميتش ونشوف نظرته لزمايله والفرقه المنافسه بتعمل عليه ضغط، وهو ببساطه هيقدر يعمل التمريره الطوليه وسط كل الناس دي. نشوف الكوره الصوره اللي وراها ونشوف ازاي الكوره الطوليه عملها بمساحه 39 متر لجنابري اللي قدر ان هو يكسر التسلل الاوفسايد تراب اللي عامله فريق شالكا وقدر ان هو ينفرد بالمرمى. نروح ليه بقى الحاله اللي وراها دي، حاله انا في وجهه نظري انها حاله اسطوريه. ليه؟ هجمه على بايرن ميونخ في التلت الاخير من ملعبه على الطرف، كيميتش الراجل هاف ديفندر دخل وضغط واستخلص الكوره من الخصم. بعد كده الصوره اللي وراها كيميتش بص على المنافس اللي على شماله. كابتن اسلام اول نظره بص لها بص للمنافس على شماله عشان يتاكد هو بيضغط عليه ولا لا. الصوره اللي وراها هيروح مأمن التاني، بص على اليمين يشوفه هو فين وهل في اي مساحه ضغط عليه ولا لا. الصوره اللي وراه نشوف انه بص على المساحه هل في زميل لو انا اديته الكوره ممكن اعمل منها خطوره او اطلع فريقي لقدام، لقى كل اللعيبه واقفه ورا وهو الوحيد اللي عنده المقدره انه يصنع الهجمه. نفس الفكره اللي شفناها في اول صوره، الراجل كل في دماغه ازاي احول الحاله الدفاعيه اللي عليا لحاله هجوميه لفرقتي. شوف الصوره اللي وراها، الراجل شاف ان سانيه هيبدا يفتح المساحه وياخد السبرنت في نص ملعب شالكا ويقدر ان هو يخلق هدف. تخيل يا كابتن اسلام الاسيست اتلعب لسانيه من امام منطقه جزاء نادي بايرن ميونخ، وهنشوفها في الصوره التاليه. ونشوف كيميتش لعب الثرو باس لسانيه واداه للمرمى من المسافه دي. لاعب عظيم بكل ما تعنيه الكلمه، ربما تشوفه لعيب مدافع كبير جدا لكن في نفس الوقت لاعب بيصنع اهداف كتير، وعشان كده واحنا بنستعرض ارقام كيميتش كان عندنا رقم مميز وهو انه صنع اهداف في لزمايله 10 اهداف، وده رقم كبير جدا 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 بالنسبه لكيميتش. دي الحالات اللي معانا واللي تورينا كابتن اسلام النقطه اللي انا قلتها في بدايه كلامنا، ليه جوزيه مورينيو قال على كيميتش ان هو متعدد المواهب. لو نبص للصوره اللي معانا للخرائط الحراريه لكيميتش في خلال اخر اربع مواسم، في موسم 2017 2018 كيميتش كان رايت باك بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، خلاص رايت باك، باك يمين واضح مباشر بيلعب على الطرف بس سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه. لعب في 29 مباراه وشارك واعتقد احرز 10 اهداف. طيب الموسم اللي وراه نشوف الهيت ماب بتاعته، اسيست عمل صنع 10 اهداف. طيب في موسم 2018 2019 بدا كيميتش نلاحظ كده ان الخريطه الحراريه بتاعته بتوسع لعمق الملعب شويه، وبالتالي هو لعب 34 مباراه وعمل اسيست ل 13 هدف. الموسم 2019 2020 حدث ولا حرج، الراجل الخريطه الحراريه بتاعته تقريبا ماليه
كل الملعب تقريبا، وبنتكلم على لاعب شارك في 33 مباراه وعمل اسيست في 7 مباريات، والموسم الحالي طبعا اللي ما انقضاش منه غير 20 مباراه فقط. بنشوف برضو ان كيميتش ماشي على نفس المنوال وبيتحرك في كل اجزاء الملعب سواء على الطرف او في العمق، شارك فيه 12 مباراه وعمل 9 اسيستات. طبعا ده رقم كبير جدا لواحد انا في وجهه نظري هو اهم لاعب في نادي باير ميونخ. تمام، اذا كيميتش واحد من اهم نقاط القوه جدا مع بقيه اللاعبين طبعا اللي متواجدين. طبعا، وخصوصا كمان كابتن نقطه مهمه جدا لازم اشاور لها، ان ثنائيه جوريتسكا مع كيميتش بتخلي وسط ملعب نادي بايرن ميونخ حاجه خيال علمي. بس جوريتسكا خلاص مش هم لسه ما احنا مستنيين المسحه بتاعه بكره. هم طبعا نادي بايرن ميونخ جم متاخرين وعندهم طبعا مشكله، وهم زعلانين جدا جدا من مساله تاخر السفر 7 ساعات بسبب في المانيا بقى. في المانيا وكمان اولي ونازل الرئيس الشرفي نادي بايرن ميونخ من شويه قدم تعاضد وقال ازاي ده يحصل معانا احنا بطل المانيا وعندهم مشكله كبيره جدا. ليه بقى يا كابتن اسلام؟ هم في نقطه مهمه لازم نعرفها، ان المانيا في الاسبوعين الاخيرين دخل لهم السلاله الجديده من كورونا اللي ظهرت في جنوب افريقيا وعندهم مشاكل، وبالتالي الفرقه شايفين الاجواء هناك في المانيا برضو الجو برد وفي مساحه ان الفيروسات بتنتقل بسهوله، فمسحه بكره البايرن ميونخ فعلا امر خطير بالنسبه لهم. يا مسهل، امر خطير جدا 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 جدا. فاذا جوريتسكا غاب ولاي سبب من الاسباب كيميتش غاب، فنص ملعب نادي بايرن ميونخ فعلا هيبقى عنده ازمه كبيره جدا، وده اللي خلى امبارح هانز فليك ان هو يوظف جنابري في نص الملعب. يعني طبعا نتمنى السلامه لكل اللاعبين اللي متواجدين في ارض المونديال وفي كل حته في العالم الحقيقه. طبعا ده على سبيل الهزار طبعا. طبعا ماشي، اتفضل يا دكتور احمد قول لنا برضو وجهه نظرك في نقاط القوه اللي متواجده. اشكرك يا كريم. شكرا، اتفضل يا دكتور. طيب نتكلم على البايرن بقى بشكل جماعي. امبارح هم التنظيم الجماعي الهجومي بتاعهم كان عامل ازاي، البايرن في الحاله الهجوميه بيبقوا عاملين ازاي. فلو استعرضنا اول صوره، هم امبارح مغيرين طريقه اللعب، هم على طول كانوا بيلعبوا 4-2-3-1. امبارح نتيجه الغيابات الموجوده لعبوا 4-1-4-1. الاثنين اللي في النص دول مولر وجنابري، ده اللي كان بيتكلم عنه كده. مولر وجنابري اهو في الاثنين في النص اللي عليهم الدايره، واللي ناحيه الشمال كومان واللي ناحيه اليمين مين ساني. ادي الشكل، وقدام ليفاندوفسكي. ده البايرن في الحاله الهجوميه 4-1-4-1 في اخر مباراه اللي هي كانت امس، مولر وجنابري وعلى الطرف الشمال كومان وساني وقدام ليفاندوفسكي. الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها، هنبص نلاقي ازاي هم بيبنوا الهجمه. ازاي البايرن بيبني الهجمه وايه اللي بيحصل في البيلد اب بتاعهم. هنبص على الصوره هنلاقي يا كابتن اسلام اهم حاجه في البايرن ميونخ ان الاطراف الاجنحه. بص حضرتك البناء، اولا البايرن زاني الفرقه في ايه؟ في وسط ملعبها. تمام. ده امبارح، ده امبارح. اوكي، زاني الفرقه في وسط ملعبها. بص حضرتك الظاهرين فين؟ الظاهرين فاتحين الملعب ازاي؟ ومين اللي داخل لجوه؟ الجناحين. يعني الاجنحه بتضم للعمق والظاهرين بيطيروا، بيبقى بنفس الشكل. يعني اللي عليه الدايره ده مثلا ديفيد الافا اللي هو اللي عليه السه اللي قدامنا على الصوره بيحضر الهجمه اهو. هنلاقي ان اللي فاتح له في اخر الملعب مين؟ الباك اليمين اللي هو بافار، والباك الشمال لوكاس فاتح ناحيه الشمال، او سواء حتى لعب الفونسو ديفيز ناحيه الشمال، هي هياها نفس الفكره. الظاهرين بيتقدموا والاجنحه بتخش للعمق، سانيه بيخش للعمق، والناحيه الثانيه كومان بيخش للعمق. كومان بيبقى هناك بيخش للعمق وسانيه بيخش للعمق. دي ازاي البيلد اب بتاعهم؟ دي طريقه جديده 4-0-6. ده يعتبر هم كده بيلعبوا 1-2-3-4-5-6 قدامه. فطبعا ده زانق الفرقه في وسط ملعبها. يعني واضحه ليه؟ لان هو عايز يوسع الملعب، وفي نفس الوقت عنده قوه على الاطراف وعنده قوه في العمق. يعني هنا في الكره دي تحديدا لو الكره اتلعبت شمال او يمين، تحديدا يمين، هيبقى في زياده عند الباك رايت، هيبقى في 4 بيلعبوا بدماغهم جوه منطقه الجزاء. جوه المنطقه في زياده عدديه رهيبه جوه منطقه الجزاء. ثانيه بيخش وكومان بيخش من هنا في العمق، فبتفضل مساحه هنا. وبعدين الباك اللي هنا بيحتار، هل انا هروح مع الجناح؟ لو راح مع الجناح هيسيب المساحه دي في ظهره. وكذلك برضو الباك اللي هنا اللي هو الظهير المنافس، هل انا هروح معاه واسيب الحته دي فاضيه؟ طب ما الراجل الظهير ده هيطير فيها اللي هو الفونسو ديفيز او لوكاس، وهنا برضو كذلك بافار هيطير فيها. فدي الحاله ازاي هم البيلد اب بتاعهم. نخش للحاله اللي بعدها، دي برضو البيلد اب، هجمه ثانيه، ديفيد الافا بيحضر، مين اللي طاير هناك؟ اهو الباك الشمال اللي هو لوكاس طاير ناحيه الشمال، وفي نفس الوقت برضه ثانيه داخل العمق وفي زياده عدديه. ده برضه عمليه البيلد اب نفس الشكل،
هم الجناحين عندهم بيخشوا للعمق والظاهرين بيطيروا. أوكي. دي الفكره. الباك بتاع النادي الاهلي هيبقى عنده حيره، هل انا هروح معاه؟ ده طبعا يضم جوه، والمفروض الجناح يرجع معاه. والجناح يرجع معاه، دي يعني حته ده مهمه ده جدا، لازم ده الف ب من دلوقتي. لازم الاجنحه ترجع وتساند دفاعيا في الماتش ده عشان تكسبه من الاخر، لازم الاجنحه تدافع. أوكي. من الاخر زي ما عملنا في مباراه الوداد، لازم الجناح بيكون بيرجع قدام الظهير كانه باك رايت او باك ليفت. كانه كانه باك رايت او باك ليفت، لان الباك رايت والباك ليفت من المفترض ان هم هيضموا لجوه ويلعبوا زي ستوبرز تاني وتالت. طبعا لازم الجناح يكون فيه مسانده دفاعيه، يعني لو هيدافع يدافع بنسبه 80% ويهاجم بنسبه 20. اوكي. الصوره اللي بعدها برضو نفس الشكل، ادي حاله برضو بتوضح البيلد اب ان الايه، ان الباك طاير وبرضو الاجنحه داخله للعمق. ناخد الصوره اللي بعدها، دي الخريطه الحراريه للظهير الايسر لبايرن ميونخ اللي هو امبارح كان لوكاس. بص حضرتك، هو الخريطه محمره فين؟ في وسط ملعب الخصم. بص مش هتلاقيه ناحيه ورا، دايما متقدم اكتر وراح رفع عمل عرضيات من هنا كمان من اخر الخط. فدي بتوضح ان هو الجناح الظهير دايما طاير. ايوه الظهير دايما ايه طاير. ده الباك الشمال. نشوف اللي بعدها، هنلاقي الباك اليمين. الباك اليمين بقى مش موجود ورا خالص، الحمار موجود فين؟ في وسط ملعب الخصم. يعني دايما طاير، ده الظهير. عشان كده الجناح بيضم بيفضله مساحه. دي اهم واخطر نقطه في البايرن ميونخ، ان انت دي اسلوب لعب، ده اسلوب لعب. وخاصه كمان عندهم لعبه تانية، ان انا بجمع اللعب كيميتش الخطير اللي هو بيجمع لعب ناحيه اليمين ويوم محول للناحيه التانية الموجود فيها كومان. لعبه بايرن ميونخ الشهيره طول دوري ابطال اوروبا. نبص على الصوره اللي بعدها، دي بقى ازاي هم بيضغطوا وازاي عندهم فريق رهيب في سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. أيوه. لو سبت لهم مساحات هيتعبوك. طبعا يعني هو عمل، بص حضرتك الوقت هنا كام؟ 46 و50، يعني 50 ثانيه بيضغطوا بكام؟ ادي ال 4-1 4-1 اللي اتكلمنا عليها. بص عمليه الضغط، بص بقى سرعه التحول، احنا قلنا 46، نحفظ التاريخ ده، الرقم ده 46 و50 ثانيه. بص هات الصوره اللي بعدها، بص 46 و54 في 4 ثواني، 1 2 3 4 5 5 انطلقوا. عاملين ايه؟ هجوم التتار. 1 2 3 4 5، بص على طول، ما تديهمش فرصه او تسيب لهم مساحات، لو قطعوا منك الكره هيطيروا. والاربعه عندهم زياده عديه رهيبه. ايوه سواء كومان سواء ساني سواء مولر سواء في 4 ثواني الهجمه المرتده اتعملت. عشان كده لو انت اديتهم مساحات هيتعبوك. الميس باس من الميس الاول باس. بقى الميس باس يعني بيحاولوا يضغطوا، هوب ديت عمليه سرعه التحول من احنا اتكلمنا على التنظيم الهجومي، ده بيبين لك التنظيم الحاله، عمليه التحول من مرحله الدفاع لمرحله الهجوم من 4 ثواني. البايرن بيروح من الدفاع للهجوم. تمام. الصوره اللي بعدها دي بقى ازاي الاجنحه بتضم للعمق. احنا قلنا الظهير دايما بيبقى طاير، طب الجناح بيفضلوا المساحه ازاي؟ بص ادي حضرتك، ده كيميتش اللي كان كريم بيتكلم عليه ان هو محور بناء الفرقه وهو اهم لاعب في صناعه اللعب. هيدي التمرير الطولي فين؟ في المساحه ما بين الباك والمساك. ثاني وانت مغمض كده هيضم كده للعمق عشان الباك ده يسيب المساحه للايه؟ للظهير يطير فيه. فالمساحه دي اللي جاي منها لعبه ضربه الجزاء. نكمل نشوف الصوره اللي بعدها، نبص نلاقي ثاني فين؟ اهو في المساحه ما بين الباك والشمال. دي كانت انفراد، اللعبه دي كانت انفراد وضيعها. اتلعبت دايما هو داخل للعمق. لو جبنا الصوره اللي بعدها، دي لعبه تانية بنفس الشكل اهي، ليفاندوفسكي ثاني فين؟ المفروض على الورق ثاني ناحيه اليمين، جناح يمين. ضامم للعمق على طول، وليفاندوفسكي بيسقط عشان ياخد يسحب معاه المدافعين ويفضي المكان ده، يفضي المساحه الخاليه ليه ثاني اللي دايما اتلعبت له وجت ضربه جزاء. دي ضربه الجزاء اللي ضيعها ليفا. تمام. فدي فكره ازاي الجناح بيضم للعمق، ساني وجنابري وساني وكومان، لان جنابري كان بيلعب ارتكاز ثالث. نبص على الصوره اللي بعدها او الفيديو اللي معانا، هنلاقي ازاي كومان برضو بيضم. زي ما اتكلمنا على ساني، نتكلم على ايه؟ على كومان. كومان اللي هو هيلعب ناحيه الظهير الايمن في النادي الاهلي، بيضم للعمق اهو. بص كمل كومان، كمل اهو اهو، دخل للعمق وشاط. ده كان الهدف بتاع امبارح. ففكره ان ازاي الاثنين ساني وكومان بيضموا للعمق وفضي مساحات للدي، دي لعبه البايرن اهو. كومان بيخش وبيشوط. وبص كم واحد في منطقه الجزاء. عشان كده الجناحين اهم حاجه في الماتش ده، الجناحات بتاعت النادي الاهلي. لازم تدافع بشكل كويس جدا. لازم ليه؟ لان خطوره البايرن الجناحين بتوعهم بيضموا للعمق اهو. ده طبعا دي خطوره كومان وخطوره الناحيه الثانيه ساني. دي اخر حاله معانا. طيب اذا دي نقاط القوه اللي متواجده. طب اتفضل، دي نقاط القوه اللي متواجده في نادي بايرن ميونخ. زي ما حضراتكم شفتوا هي نقاط قوه كثيره جدا، ولكن في نفس الوقت
من المتعارف عليه او من الواضح يعني ان في لعبه واحده يعني دايما الجناحين بيخشوا لجوه والباكين هم اللي بيطلعوا من ورا في المكان الفاضي، فبالتالي اجنحه النادي الاهلي هيكون لهم دور كبير جدا في ايقاف خطوره هجوم واجنحه نادي بايرن ميونخ. اكيد يا كابتن اسلام، ونقطه اكيد طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي زي ما احنا شفنا كان في دراسه قويه جدا وواعيه لفريق الدحيل، وده نتج عنه الشكل اللي احنا شفناه في الشوط الاول بالتحديد في المباراه الاولى. انا متاكد تماما ان الجهاز الفني والجهاز المعاون كله اكيد على درايه بكامل النقاط اللي عند نادي بايرن ميونخ. وممكن سريعا يعني بس اشرح بعض النقطه كان الناس اتكلمت عليها كتيره في حته ان بنى اللعب في النادي الاهلي بطيء وممل، والناس فاكره ان ده بسبب ان الفريق نادي الدحيل كان مقفل كويس. لا، ده غير صحيح. وهدي هنا مثال بسيط، اللي يفتكر مباراه نادي الوداد العوده هنا في القاهره، ماتش اللي خلص 3-0. ايوه، في بدايه المباراه كنا شايفين في تعمد من لعيبه النادي الاهلي يبداوا الهجمه ببطء شديد جدا جدا من عند محمد الشناوي. هل ده بسبب ان احنا متعمدين يظهر الورك ريت بتاعنا كده؟ لا خالص، انت بتحاول على قد ما تقدر انك تسحب الفرقه عندك، انك تسحبهم على قد ما يقدروا لغايه منطقه جزاء عشان تطلع بيه الهجمه، عشان هنا وعشان كده توسع لنفسك بالظبط. وعشان كده تاني باكد مليون في المية، الناس اللي بتحب التحليل اللي بيحبوا يبصوا ويحبوا يحللوا، وانت بتتفرج على النادي الاهلي ركز مع عمرو السولية، ركز مع عمرو السولية وهو بيتحرك بدون كوره، ده الترمومتر بتاعنا، ده الترس لا غنى عنه. عشان كده في الشوط الاول كنا بنخرج بالكوره يا كابتن اسلام ان عندك اوبشنز التمرير كان بيخلقها لك عمرو السولية. عمرو السولية دوره مهم ولا يغني عن دور حمدي فتحي ولا يغني عن دور اليو ديانج، ولكن بتكلم عن دور عمرو. عمرو اسلوب لعبه مش زي ديانج ومش زي حمدي فتحي، يعني حمدي فتحي لحد ما شبيه بديانج، لكن عمرو السولية ده لاعب فعلا لما بيبقى في مستواه الحقيقي لعيب عظيم بكل ما تعنيه الكلمه. طيب اخيرا يا دكتور، يعني في مثل هذه الحالات مطلوب ايه زي ما قلنا مره اخرى من النادي الاهلي؟ طبعا اول حاجه لازم نخلي بالنا من تحركات، هم عندهم اجنحه البايرن بسم الله ما شاء الله عنده اجنحه خطوره في الاطراف وخطوره في العمق. أيوة. بس تحديدا ان الاجنحه بتضم للعمق والظاهرين بيطيروا، يبقى انا لازم ادافع بشكل كويس جدا واحاول اخضرهم بواحده. دي لعبه الماتش، ان انا استغل ان هم كلهم بيلعبوا دفاع عالي، ادافع بشكل كويس، الجناح لازم يبقى واقف قدام الظهير بحيث ان انا ابقى عامل مثلث. لو انا سواء لعب بثلاثه ارتكاز او سواء لعب باثنين حتى، بس يبقى فيه مثلث بحيث ان الظهير الايمن وقدامه الجناح ولاعيب الارتكاز عامل مثلثات، مثلث ناحيه اليمين قافل على الجبهه دي، ومثلث ناحيه الشمال قافل على الجبهه دي، وفي نفس الوقت قافل العمق بالاثنين المساكين والارتكاز معاهم. يبقى انا كده قافل بشكل كويس واحاول اعتمد على السرعات. لان احنا بكره هنتكلم على نقاط الضعف نقدر ان احنا نخضرهم بهجمه او نستغل نسجل في هدف واحد، هي مباراه الواحد صفر. نتمنى يا رب ان شاء الله مباراه الواحد صفر. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا احمد، ان شاء الله نلتقي بكره مع نقاط ضعف بايرن ميونخ مع كريم واحمد. انا بضحك اتكلم بجد ساكت انا بتكلم بجد ماشي معانا ساكت ماشي. خلينا نطلع فاصل او هسيب حضراتكم بقى تشوفوا لقطات من تمرين النادي الاهلي اللي لسه موجودين دلوقتي حالا، هنبقى نسيب حضراتكم للقطات من تمرين النادي الاهلي، وبعد كده هنطلع فاصل، وبعد الفاصل اثنين من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن محمود صالح والنجم الكبير الكابتن اسامه عرابي، هتشوف وجهه نظرهم في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا والتاريخيه، مباراه النادي الاهلي بطل افريقيا امام نادي بايرن ميونخ بطل قاره اوروبا. سيب حضراتكم للتمرين ثم فاصل ثم النجمين الكبيرين كابتن محمود صالح وكابتن اسامه عرابي.